عليكم الدراري، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نمشي انا وبابا واخويا، ها هو نمشيو للرصيف نتقداو انا وبابا السلعه ديال واحد البخور طبيعي. المهم مشيو وبقاو معنا في الفيديو، نحط لكم شي احداث اللي تكون ان شاء الله زوينه. تهلا دخلة ديال الرصيف. السلام عليكم، تحياتي لجميع الإخوة والأحباب، نطلب الله سبحانه وتعالى التوفيق والله يوفق. تنشجعنا الشباب وتنشجع الدراري أنهم يديروا هكا فلوقات مزيانين ويديروا فيديوهات هادفة، والحمد لله يشجعوا السياحة ديال بلادهم، يشجعوا مدينتهم، يعرفوا بالمدن ديالهم والتاريخ، لأن الناس تبارك الله تيجيو حنا عندنا هنا سياح تيقصدوا هاد المدينة هادي باش يشوفوا الأصالة والحضارة يعني مدينة فاس راه مدينة فاس تعبر على بزاف ديال يعني مدينة فاس راه فيها كلشي، اللي يقلب نفسي هنا تلقاه في مدينة فاس. يلاه سامع زين سميت. دابا حنا هاد الدخلة اللي داخلين بيها اخويا، انا ماشي كيد هادي الدخلة ديال الرصيف. سميت الساحات الرصيف. شنو حلوة حلوة ديال هنا معروف الحمد لله. دابا انا وصلت، احنا عند مال الكوانس، شفت هنا واحد الكنيسه بيضاء. هذا ما تبقاش تدوق على بنادم تقول له مدير دوريجين ويا ايميتاسيو، هذا الشيء راه ايميتاسيو. انا دوريجين ايميتاسيو، شوف غير لبس المسكين هذا الشيء. قلت انا لا دوريجين لا ايميتاسيو. ما احنا دابا شرينا هذا سبرديلة والحمد لله، وبقاو معنا الحمد لله نشكرو ونقولو الدعاء. الحمد لله احنا شرينا السبرديلة وبقاو معنا باش نشوفو احداث وحدة اخرين. دابا انا وصلنا لبلاصة ديال الابخور. ومدانا كبير الحلو في السنة.